بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، عام جديد، موسم جديد، الحمد لله. صرت اقليم قلعة سراغنة معروفة بزيت الزيتون، هذا جديد في اقليم قلعة سراغنة الحمد لله، يعني معصرة وتعاونية ديال الشباب حاملين المشعل ديال اقليم قلعة سراغنة. وصرت هنا باش عارفين اقليم قلعة سراغنة معروفة بزيت الزيتون الحمد لله، يعني الامور هي غاديه مزيان الحمد لله. يلا بدايه الموسم ان شاء الله، بدايه الموسم تقريبا واحد السيمانه باش بداو كيطحنوا المعاصر في اقليم قلعه سراغنه. دائما جديد معصر الطوب اوليف الحمد لله، يعني هذا العام ذاك العام كانوا شحال ديال الاخوان قال لك على الزيت كيديروا في 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 البلاستيك، هما هذا العام داروا الزاج نقاء النظام الحمد لله. يعني بحال هاد المعاصر نموذج من النماذج اللي محتاجهم اقليم قلعة سراغنة، وسيرتو في التسويق. انا شحال من واحد كيهضر على التسويق بهذا النموذج، هذا ما كاينش مشكل في التسويق، يعني الحمد لله النظام النقاء، يعني كل حاجه في المحل ديالها. هذا الجديد في اقليم قلعة سراغنة الحمد لله، نموذج تعاونية طوب اوليف، نموذج يحتذى به. هما الدوسي ديالهم ديال السلامة الصحية راه يعني في طور قريب ان شاء الله راه دفعوه، والامور غادي مزيانة الحمد لله. نقا النظام المعصرة حيدوها من هنايا، ردوها لبلاصتها بوحدها، ولكن اهم حاجة هو زيت الزيتون. في لقينا داك العام شحال وانا كنلاحظ عليهم هاد الملاحظات، هاد العام الحمد لله ما خلاو ليا ما نقول، يعني الزاج يعني لومبالاج الزاج يعني الحمد لله، يعني هذاك الشيء اللي بغيناه هو اللي داروا هذا العام الحمد لله. اهم حاجه هو الزاج، الزاج والزاج ما كيبينش الضوء باش يبقى الزيت مزيان. المشكل ديال التسويق بهذه الطريقه كيتحل، كنت متاكد غادي يتحل المشكل ديال التسويق. الزاج كيعاون في البيع وكيعاون حتى يعني كاين الكليان ديالو بزاف كاع، وسيرتو راك عارف اقليم قلعة سراغنة دابا هي زيت الزيتون والمشتقات ديالو، يعني الحمد لله. يعني ديما الجديد، وتبارك الله الرسول عليه الصلاة والسلام قال لك البركة في الشباب، يعني المسيرين شباب كيخدمو الزيتون والمشتقات ديالو تبارك الله. يعني اي حاجه كيدخل الواحد كيدي الزيتون والمشتقات ديالو، يعني بطريقه عصريه وبطريقه تقليديه، يعني الحمد لله. هذه طفره نوعيه واضافه للاقليم، وسيرتو الناس تبارك الله خدامه والحمد لله. يعني انا غادي المرحله من حسن الى احسن ان شاء الله تبارك الله. يعني المحل 10 على 10 ما عندي ما تبارك الله، يعني كاع النقاط اللي مهمة الدرس، يعني في النقاء في الثمن في الجودة في كل شيء. يلاه بدات المعصرة جديدة، وهنا كاين المحل فين كيبيعوا هو هذا، والمحل فين كيعصروا الزيتون بوحديتو في اتجاه الاخر. غنوري لكم محل فين كيعصر الزيتون في الاتجاه الاخر، يعني المعصره حدا فين كتعصر الزيتون، حدا المحل فين كيعرضوا المنتوجات ديالهم. هذه واحد الاضافه في التسويق، انتما تعاونيه معصره طوب اوليف سراغنة. هذا المحل فين كيعصر الزيتون راه هدا، وتكريما للجمعية المغربية للزيتون، هما داروا في البانو ديالهم الجمعية تحت إشراف الجمعية المغربية لمنتج الزيتون واختصاص الماء. يعني الحمد لله حنا عاوناهم في الدوسي تكنيك، عاوناهم كيفاش كيخدموا، عاوناهم بزاف ديال الأمور اللي حنا قدرنا عليها راه عاونا فيهم. وشوف تبارك الله النظام النقاء، يعني تبارك الله هذا الزيتون ديال هذا العام، ها المعصرة خدامة كشف احدث ما يكون، الدجاج النقاء النظام، يعني ما عندي ما نقول الله يعطيهم الصحه الحمد لله. هذا الزيت الجديد ديال هذا العام، يعني تبارك الله داكشي روعه طوب اوليف، يعني داكشي تبارك الله ما عندي ما نقول الله يعطيهم الصحه.